مدرسة المجتمع الابتدائية الإعدادية الثانوية الخاصة للبنات، إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واعٍ متحضراً محافظاً على أخلاقه وقيمه ومستخدماً للتكنولوجيا الحديثة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بناتي حبيباتي طالبات صف 11، أهلاً بكم ومرحباً مع درس من دروس مادة التربية الإسلامية، مجاله القرآن الكريم. الدرس بعنوان توحيد الله تعالى والأمر بالإحسان، تفسير آيات من سورة النساء. القيمة التربوية لهذا الأسبوع أهمية طلب العلم. قال تعالى وقل رب زدني علما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونسبت أبيات للإمام الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. التهيئة. قال الإمام القرطبي رحمه الله أحق الناس بعد الخالق المنان بالشكر والإحسان والتزام البر والطاعة له والإذعان من قرن الله الإحسان إليه بعبادته وطاعته وشكره بشكره. تأم لقول الإمام القرطبي رحمه الله وتعرفي على أحق الناس بعد الله تعالى بالشكر والطاعة. نعم أحسنتي، أحق الناس بر الوالدين وإكرامهما قولا وعملا، لأن الله عز وجل قرن برهما بعبادته سبحانه وتعالى. أتوقع منك حبيبتي في نهاية هذا الدرس أن تستطيع تلاوة الآيات تلاوة صحيحة مجودة، تفسري معاني المفردات والتراكيب، تستنبطي الأوامر التي أمر الله تعالى بها في الآية الأولى. هدفنا الأول تلاوة الآيات تلاوة مجودة، هيا بنا نستمع إلى تلاوة الآيات. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فقورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. بعد قراءة الآيات هيا بنا نفسر معاني المفردات. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى. واليتامى جمع يتيم، وهو من توفى عنه والده وهو صغير. والجار ذي القربى أي الذي بيننا وبينه صلة قرابة. والجار الجنب هو الجار الذي لا قرابة بينك وبينه. والصاحب بالجنب أي الرفيق الملازم الذي لا يفارق، وقيل هي الزوجة.
وابن السبيل هو المسافر المنقطع عن أهله وبلده وماله. وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. مختالا فخورا أي متكبرا كثير التعاظم والتعالي. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس أي ليراهم الناس ويثنوا عليهم، ويقصد به الرياء وهو محبط للعمل. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. مثقال أي وزن الذرة. هيا حبيبتي وفقي بين الكلمات ومعناها. والجار الجنب المقصود الجار الذي لا قرابة بينك وبينه. أحسنتي. مختالا فخورا متكبرا كثير التعاظم. والصاحب بالجنب أي الرفيق الملازم الذي لا يفارق، وقيل هي الزوجة. أما عن هدفنا الثالث فهيا بنا نستنبط الأوامر التي أمرنا الله تعالى بها في الآية الأولى. سؤال: بما أمر الله تعالى عباده في الآية الأولى؟ أمرهم بعبادة الله، ونهاهم عن الشرك بالله تعالى. كذلك أمرهم ببر الوالدين وإكرامهما والإحسان للأقارب والإحسان لليتامى، الإحسان أيضا للمساكين، والإحسان للجار الذي بينك وبينه صلة قرابة، وكذلك الإحسان للجار الجنوب الذي ليس بينك وبينه صلة قرابة. والصاحب بالجنب الصاحب الذي لا يفارقك، وأيضا الإحسان لابن السبيل والإحسان لملك اليمين أيضا. إذن فسؤال: بما أمرنا الله في هذه الآية؟ أمرنا بالإحسان للوالدين والأقارب والأيتام والمساكين والجيران. سؤال أيضا: كيف نفعل ما أمرنا الله تعالى به؟ أو كيف نحسن إلى هؤلاء؟ بالقول الكريم والخطاب اللطيف والفعل الجميل بطاعة أمرهما واجتناب نهيهما والإنفاق عليهما وإكرام من له علاقة بهما. كيف نحسن إلى الأقارب؟ بأن نحسن إليهم بالقول والفعل وألا نقطع رحمهم. كيف نحسن إلى الأيتام؟ بكفالتهم وبرهم وجبر خواطرهم وتربيتهم أحسن تربية. كيف نحسن إلى المساكين؟ بسد حاجتهم وبدفع فاقتهم والحض على ذلك. كيف نحسن إلى الجيران؟ ولاسيما إن كان الجار قريب، والجار القريب له حقان: حق الجوار وحق الرحم. ينبغي علينا أن نتعاهد جيراننا ونعطيهم الهدية والصدقة ونتلطف معهم وعدم أذيتهم بالقول أو بالفعل، وهذا إن كان الجار ليس قريب، فما بالنا لو كان قريبا. نشاط: استنتجي من الآية الكريمة ثلاث أصناف أخرى. أمرنا الله تعالى بالقيام بحقوقهم، واقترحي صورا للإحسان إليهم. ذكر الله الصاحب بالجنب، وصورة الإحسان إليه بنصحه وستر عيوبه. ذكرت الآية ابن السبيل، وصور الإحسان إليه بمؤنته وسد حاجته حتى يرجع إلى بلده. كذلك ذكرت الآية ملك اليمين وما يقوم مقامه من خدام أو غيرهم، وصور الإحسان إليهم بأن يأكلوا مما نأكل ويلبسوا مما نلبس، ولا نكلفهم بأعمال فوق طاقتهم. سؤال: قارني بين من قام بما أمر الله تعالى وبين من لم يقم بما أمر الله تعالى. إذن فمن قام بما أمر الله تعالى فهو خاضع لربه متواضع لعباد الله، ومن لم يقم بما أمر الله تعالى فهو معرض عن ربه غير منقاد لأوامره ولا متواضع لخلق الله، وهو كما وصفه الله تعالى متكبر.
علمي، لا يحب الله المختال الفخور، لأن كل من الخيلاء والفخر ناتجان عن الكبر، والكبر من أكبر الموانع التي تمنع صاحبهما من القيام بحقوق الله وحقوق العباد. لذلك صرح الله تعالى بأنه لا يحب من كان مختالا فخورا، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. سؤال: ما سبب ذم الله تعالى لكل هذه الصفات؟ سبب ذم الله تعالى لكل هذه الصفات صاحبها يدلل بالفعل على عدم إيمانه بالله واليوم الآخر، بل واتباع الشيطان وصحبته. هيا اكتبي معي هذه الأسئلة حبيبتي وأجيبي عنها في كراستك، بما أمرنا الله تعالى في الآية 36: علي لا يحب الله تعالى المختال الفخور. ما هو سبب ذنب الله تعالى للبخل والكبر؟ هيا أجيبي عن هذا السؤال في كتابك. وصلنا إلى نهاية درسنا، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وإلى اللقاء في الجزء الثاني بإذن الله تعالى. دمتم بخير.